الخير عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اش اخباركم؟ هانين؟ كي دايرين مع الصحه؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير، ونتمنى تكونوا بصحه جيده. اليوم واحد الروتين ديالي غنشارك معكم فيه ان شاء الله كل شيء. راكم عارفين الروتين، اي حاجه درناها كنشاركوها معكم. نحط معكم الوصفه ديال الحمص والفول ديال السدر، غادي ديروا غادي تلقاو على الراحه. المهم الناس اللي دازوا من هذا الفيروس راه عارفين ان المشكل السدر ما كيفوتش، كيبقى ضارك صدرك، وهاد الوصفه كتنقي الصدر، كتبقى على الواحد راحته. انا عندي ماشي الطاجين اللي عوج، راه عندي لاض عوجه، درت غير طويجين عادي البنات بجلبانه وطاط. صبقت جلبانه حيت هي اللي كتخس مع الثلاجه كتولي باسله. درت هنا واحد الرابعه تقريبا، تما واحد الرابعه ديال اللحم، وشويه ديال الجلبانه، جهت واحد تقريبا فايت نص كيلو هنايا، صافي دغيا غيطيب. ودرت العجينه ما عجنتهاش، درت غير ديك العجينه ديال البواطه، درت شويه ديال الفينو وخليته حتى ضعف الحجم ديالو. غنزيد عليه شويه ديال الفورص وغنخليه في البواطه عاوتاني، كيجي خفيف وزوين. كل مره كنوع عليهم شويه، مره ندير ليهم، مره كندير ليهم الخبز بالقمح، مره نديرو بالفينو، وكل مره واش كندير. وهي غادا الماكله راه لابد منها، يقول لي البنات انت مقابله غير الماكله، البنات راه ضروري خصنا ناكلو، ما كاينش شي واحد اللي ما كياكلش، وبالاخص البرد هذا. في العشيه تشهيت حريره في الطنجره، وندير لها واحد المسيمنات اللي كتبوا لي شي اخوات ما فيهم لا كفته لا دجاج لا حتى حاجه، خاويين هما عامرين ولكن ما فيهمش لا لحوم لا والو. غادي نشاركهم معكم ان شاء الله باذن الله. صافي ما غاديش نروي، غادي نخليه الا حتى جربوا غادي ندير له. درت هنا شويه اللحم وبصله خضاريه وشويه العطريه، تشحروا شويه وزدت عليهم الخضيره، سال شويه نزيد الربيع ونجيب واحد الفلفله حاره. هنا العجينه ها هي البنات، شفتوا؟ المهم غادي نزيد الفورص ولا الفرينه اللي كان، ها انتم شوفوا راه طلقت هنا. درت هنا غير الخميره بوحدها، ما درت لا سكر لا والو، ما بقيتش كندير السكر في الخبز، حيدت وصافي. صافي البنات ها هو الزغندي، نزيد الطحين القياس اللي غادي يجمع ليا هاد العجينه ونحبس، نزيد لي واحده اخرى ونعاود نسد عليها ونخليها ثاني حتى يضاعف حجمها، وغندير واحد المعلقه ديال الزيت العود باش يبقى رطب وزوين. صافي غنكمل ونسد عليه ونرجعو نتلاقاو ان شاء الله، كيجيو زوينين وخفاف. انا غادي نطيبهم تشوفو شحال كيجيو زوينين، وكديروا القياس تاعكم اللي بغى يدير جوج خبزات يدير. انا كنكثر باش ما كنعجنش يوميا، دابا تقريبا من داك الخبز اللي كنت حطيت معكم داك النهار ما بقيت عجنت حتى اليوم. صافي بركة نهيلة. هما يا البنات الخبيزات شتو كيطابو، كيجيو بحال دوك اللي في الزنقة، هانتوما شحال طبيعي تشوفو فنين. ما عجنت ما دلكت، غير انا حاجة وحدة كنبقى نديرها، ملي كنزيد الفورص كتخمر في البواطة، ما كان ماشي ديك الساعة نكرسها، كنعاود نهبطها حيت عندي الوقت، كنعاود نهبطها ونمشي نشقى ونرجع نلقاها خمرات ونعاود نهبطها شي ثلاثه المرات، عاد كنقرصها بحال هكا. كيجي الخبز زوين، هذا كيجي اسهل خبز معجون واخا ما كيتعجنش، المهم زوين كنديرو مره مره كنديرو كيعجبني. صافي حتى حطانيت في القناه شوف، وقرصتو بالسميده الرقيقه. صافي البنات وجدت هنا شويه العصير ديال الليمون، وغادي نحط الغدا دابا، عاود سخنته حيت حيت كبيره طاب، اللحم صغير بالزربه طابو، وجلبانه وطاطا. نغديهم في الكوزينه نهيله، بحرج مع هاد الدنيا وشطبات، نغدو في الكوزينه نعاود ندوز في هاد الشفيفه. غدانا البنات العادي صافي، يلا بصحتنا بصحتكم، نتغداو ان شاء الله، نرتاح واحد شويه ضروري. وجدت معايا الحريره، سلقت مطيشه وقطعت الربيع والكرافس، وبقات لي البصله ان شاء الله ضاريه وشويه الفلفله، بغيت نعمر بهم شي مسيمات. وغنخرج ندير واحد نص ساعه طلاماش كنديرها في العشيه هكا، وبس كنتمشى شويه على ود القلب على بزاف د الحوايج. المهم على قبل حيت غلاضيت واحد شويه ثاني، ايوا صافي رجع ان شاء الله نقاد الحريره العشاء. يلا خليكم معايا. صافي يا البنات كما كتشوفوا راني جيت للدار، خرجت شويه انا ومصطفى، وتقديت معايا شويه الليمون شويه البنان، وجايه وتلاقيت مع زكريا خويا، جا كان هنايا كيديفري شي سلعه، وتلاقيت معاه هنايا قلت ليه طلع يطلع ديك كاسكوت موسير، وجا مع هو وصاحبو، وصيت لي قهيوه ما لقى عندي والو. فين ما كيجي فين ما كيجي هنا قريب ليا الازهار ما كيلقاش عندي، ما كيلقاني مطيبه حتى حاجه، سبحان الله العظيم. داكشي غير بالعكس، وقال لي ديك الحلوه ديال السيترون باقي فيها شي طيب. قلت لي هذيك مشات، قلت لي ما تسولش عليها. صافي حطيت لي خبيز داك التخربيق اللي كيدوز مع الخبز وصافي وقهيوه. هنا البنات رديت الحريره، كنت تسنى غير طيب الحريره، وقال لي لا ما بغيتش الحريره. درت العدس والحمص والكرافس وشويه البصله والسمن، المهم حريرتي العاديه اللي كتجي بنينه بزاف بالزهر. قلت لي واحد البنت اش كديري العطريه الحريره ما درتش فيها بالزهر. هنا درت الفلفله مع شويه الزيت، غنخليها تشرب داك الماء ديالها، حيت البصله الخضريه كطيب بزربه وما كنبغيهاش طيب، كنصبق الفلفله عليها. هاد المسمن عامر غير بالفلفله والبصله وشويه الربيع كيجي خطير. استغلوا البصله الخضريه هذه اللي خاطكم كثرت فيه كثر زعما، شويه سكينجبير ماشي بزاف. غادي نديرو المليحه، العجينه عجنتها كبيره في المسمن،
عجنتها غير بيدي ودرتها في الميكا. الميكا كتزيدها كتعاونها كتولي فنه. وها البصلايه البنات درتها في الهشوار. ها هي قطعت البصله شويه من هذا الماء صافي. غنخلي الحمص وهذا الشيء يتقلى في هذه الكويميله مزيان. انا ما كنديرش الزيت ملي كندير السمن ما كنديرش الزيت. وديك بغات دير الزيت ديرها. وخديت مطيشه طيبتها ديك الطوماطوغيس كتجي زوينه في الفريره طيبتها وما غنديرهاش دابا. انا شاهدت معكم عشاتي حيت في الفيديو ديال التقديه قال لي البنات شاركي معنا داكشي اللي كطيبي الريحانه وداكشي اللي كديري في العشاء. ملي ندير الشوربه ديال الشعليه الريحانه غنشاركها معاكم. هي ماشي ريحانه بحق راه كنشربوها كاملين كتعجبني ثاني. ضروري بشويه الماء خليه يتقلى عاد نسد عليه واحد شويه هنا في الطنجره يدخلوا الطياب عاد نزيد مطيشه وندور. مطيشه طيبه ما بغيتش نديرها دابا. وغنخلي ديك الفلفله هنايا نخلي هاد الفلفله تنشف مزيان. ملي تنشف ان شاء الله نزيدها البصله غير شويه وندير العطريه نشاركها معكم وصافي. درت البنات هنا شويه انا بديت خدامه ونتفكر راسي راه كنصور. درت التحميره والتحميره اخرى. هادي ما فيهاش الزيت اللي فيها الزيت. هادي كتعطي المذاق زوين وهادي كتعطي اللون صافي. غندير الكمون غير شويه هي ماشي بزاف. ما ديري لك حتى شحمه لا والو. وغندير شويه الحار. هذا راه ماشي حار. هذا ما عمرني شفتي حار بحال هذا. حار بزاف وقاطع. كنت خديته من عند واحد السيد بن جديد اللي كان داتني عنده خدجه قمري. ما عمرني خديت شي هريسه. هو قال لي راه طبيعي هاد الهريسه بصح من نهار خديت دابا تقريبا من قبل من العيد الكبير. شوفي باقا ما دارتش داك الطبقه البيضاء ولا غملات بقات هي هي صافي. غنخلط نخلي البصله تطيب واحد شويه وننزلهم فوق البوط. نزيد شويه القزبر ومعدنوس صافي. نزيد شويه المعدنوس حقه ماشي قزبر غير المعدنوس. ولا كانت الكبسه لداخل ديروا القزبر يابس كيجي زوين صافي. دقت الحمص لقيته طاب العدس طاب. غنزيد مطيشه. غاديش ندير مطيشه الحك البنات لحقاش الكتره مطيشه ديال الدار دابا راه رخيصه دايره شي كيلو بزياده هنا صافي. غادي غير طلع هاد المطيشه وندور. الحريره طابت بالزربه طابت طاب الحمص الحقيقه. هاد لاصوص راه طفيت عليه طفيت عليه يا البنات. غنخرج المسمن من كويرات يلاه يترخى باش نبدا نعمر فيه. وغندير هي المقله ديال البوطه هي اللي غنطيب فيها بالزربه. هذيك البلانشه ولات كتعطل ليا بزاف صافي. يا البنات دابا انا غادي ندور هاد الحريره. خلطت هنا شويه ديال الطحين شويه الماء مع شويه الفورص هي باش غادي ندورها. ودرت شويه الشعريه حقه الشعريه درتها قبيله عاد غنزيد الطحين دابا صافي. هذه حريره عاديه ما فيها الحم لا والو ولكن راه كتجي بنينه عرفتوا لي حتى منين عاديه صافي. دابا غنبدا نعمر في المسيمات ونطيبهم هنا بالزربه ما تعطلش فيهم. وغنوري لواحد الاخت بغات تعرف الفران كيف فين كيفاش هازه ديال الضو دايره لي اختها جوج سيبورات. وواحد الاخت سولتني البنات على الزيت ديال الزعتر ها هو دارت نهيله في قرعه. كون كان ساهل كون عاودت معاك ولكن نسيت نعاود معاك. ساهل غتشدي كاسرونه وغديري فيها زيت العود غديري فيها الماء وغتشدي الزلافه غديري فيها زيت العود وتخلي داك زيت العود حتى يتبخر منه داك الملحه حيت كيكون فيه الملحه. الا ما كانتش فيه الملحه صافي مباشره ديريه فيه الزعتر. الزعتر تشدي تنقي من العواد وغطحنيه مزيان وغتخوي في ديك الزيت العود وتخليه واحد السيمانه في هكا في شي بصل اللي مظلمه وكتبقاي تشقي به شعرك قبل من الحمام. ومني كتعومي كتدهني بالزيت ديالو كيحيد القشره القشره كيحيدو كيكثر الشعر زوين صافي. وانا غندير معكم ديك الوصفه ديال الحمص والفول. انا جبت الفول خرجت جبته قبيله ونديرها معكم دابا باش انا ناكلها غدا ان شاء الله في الصباح صافي. غنخلي واحد ربع ساعه ثلث ساعه حتى ما تبقاش تبان لي واحد كشكوشه بحال البيضه ديال الطحين وصافي. ونطفي عليها ونغطيها. هنا غادي نزيد واحد شويه الكرافس شويه الربيع كتنقصو قبيله كيجي المذاق تاعو مجهد وزوين صافي. تقريبا قربت نطفي عليها ضقت لقيت الملحه كلشي هو هذاك زوين وفنه كنشربوا منها كاملين. كنشكركم البنات على التعاليق اللي خليتو ليا البارح والله شكرا لكم بزاف بزاف. بصح ابتسام ظريفه بزاف وابتسام كتفكرني في راسي فاش كنت في الصحراء هكاك ابتسام ابتسام لان هي من وجده وما عندهاش العائله هنا وكتعتبر انا هي عائلتها. داكشي باش ديما ابتسام غيبقى بابي محلول في وجه ابتسام ديما وقت اللي تكون مقلقه الوقت تكون ناشطه في اي وقيته. وبالنسبه للقناه راه تلاح لي قناه غنبقى على تتحلى ان شاء الله باذن الله. ومريم خلاص مريم راه بنت جيراننا حتى هي ظريفه. الله يعمرها لا هي ولا خلاص ولا ما
اليوم انا كاع الناس اللي عرفت سوا اليوتيوبرز كلهم بقى عندي علاقتي بهم زوينه. كتعاشري الواحد كتعرفي كيفاش داير، واخا ما تيكونوش لقاءات هكا، ما كنكونوش مثلا فيديوهات ولا، ولكن راهم باقين صديقاتي وباقين كنتواصلوا في التليفون وواتساب وكلشي. بعض الاخوات كيسولوا على بعض اليوتيوبرز هكا واش ما بقيتش معاهم، باقا مع كلشي البنات. غنجبد المقله وغندير هاد السخونية البنات وغادي نرجع معاكم باش ندير المسمن وتشوفوا كيفاش كنعمر، كنعمر على طريقه المحلابه وداكشي. الناس على طريقه البنات اللي كيطيبوا المسمن تحيه ليهم، كتجي كلها فيها لاصوص وفيها هذاك الزبد فيها هذاك البصله والفلفله كتجي زوينه بزاف. ناخذ المقله ندير هاد السخون ونرجع معكم. انا كنورقها فوق البوطاجي كيجيني احسن في التوراق احسن من القصريه. شويه الزيت ماشي بزاف، هذه راه الفارينه البنات شاركت معاكم هي اللي عاجنه، ما كاين ندير لا فورس لا فين لا والو، الفارينه بوحدها وخايته شويه قاصحه. شويه الحشوه وكنديعو هكا تجي كلها فيها البصله والفلفله. صافي غادي نثني هكا نعاود نثني هكا صافي ونثني مربع ثمن ساهل ماهل وزوين. صافي المقله سخنات، حرك بعدا كاين طنجره ديال الحريره والكرنا ناقص على البوطه. والحمد لله هاد القميله ما كتلصق ما والو، عندي واحد القميله الانيمي، عندي قميله الانوكس صراحه كتلصق ليا هاد تاع الحريره. شاش كنديرها في الكوكوط، والكوكوط ناقصه وهذه زوينه. المهم كيبقى لكم الاختيار، بغيتو ترقوه رقوه باش تخليوه غليظ خليه، انا كنخليه بين وبين. صافي غنمشي عليه حتى كنطيبو كامل، وانا صراحه ما كثرتش. صافي وانا كنطيب تما وكنورق في الاخر. كتجي كلها حمرا صافي. دابا غادي نخلي بحال هكا ونبقى هكا تنكمل هادشي اللي عندي كامل، وان شاء الله نحطو عشانه هنا. صافي اختي تفت هاو البنات صافي، راه العشايه وجد، ريحانه شدات بلاصه. هادي شويه الشباكيه قديمه عندي الصراحه، ولكن ابتسام غتصيب الشباكيه وغادي ناخذ من عندها ان شاء الله شي كيلو هكاك. وهذا المسمن ديالنا هو هذا، شوفو كيتيجي يجي فن وبسيط، ما فيش مقادير كثيره والبنه حاضره. صافي دابا غادي نخوي ليهم الحريره يتعشاو ونمشي ندير معكم داك الوصفه ديال الفول والحمص ونهيو الحلقه ان شاء الله باذن الله. البنات دابا غادي ندوز نقاد معكم داك الحمص والفول، هذا راه الحمص وهذا راه الفول، دوزوه بالغربال ديال النيلو حيت كيكون فيه انتم شوش نوض شكلو حيدته. هذا راه شفتو قبيله 5 دراهم، شوف شحال فيها، درت النص وباقي النص. وهذا الحمص طاسو ديالي المهم مسكينه ما شريتوش، ممكن ديروا الحلبه، انا الحلبه كتغلط وداك الشيء ما بغيتش نديرها. صافي غندير غير هذا نخلطو هكا مزيان. انا كنت كنسحب خصني نشربو في الصباح، امي قالت لي لا شربي في العشيه، امي قالها لها شي حد وقالت لي ديري على قبل صدرك. المهم انا باقي كنتمشى وكيضرني صدري، الا تمشيت هكا في الطريق كيضرني صدري. وقالت لي واحد الاخت جات عندي قالت لي حتى هي كانت في كورونا قالت لك انا كيضرني صدري، يعني عادي واقيله. غادي ندير البنات العسل ديال الليمون، ها هو راه مضاد لعلاج الاعصاب والارق والسعال والتهاب الشعب الهوائيه وعلاج المغص وتقلص العضلات ومقاوم البرد والانفلونزا، يعني زوين. اللي عنده العسل الحر احسن من هذا، بس العسل الدغموس داكشي ديرو، انا هذا هو المتوفر عندي غنديرو ان شاء الله يتقادري نعاود نشري حيت صراحه زوين، كنشرب ديك المعلقه زوين. صافي غادي نشدو هكا، ممكن الا بغيتو ديرو فقريها وتبقاو تجبدو ديك المعلقه وتخلطوها وتاكلوها، انا هكا نديرو باش ما نعكسش عليه، يعني ملي غنخلطو غنقادو ما غاديش نعكس عليه، يعني غادي نبدا نهز وناكل. انا نخلطو مزيان ونرجع معكم. صافي كما كتشوفوا البنات درت كويرات صغيورين، كاينين شي وحدين صراحه ديال النهيله صغيورين، شي وحدين ديالي انا كبار، المهم ماشي مشكل. هذيك الصغيوره غنصوت هذا دقه وحده، واللي غتجيني كبيره بحال هذه راه غنقسمها. هادو غنشدهم دابا غادي نغطيهم بفيلم اليمونتير، غندخلهم بفيلم اليمونتير وغندخلهم للفريكو، كيف يكرموا غدا في الصباح ان شاء الله غنتوزهم في واحد القرعه اولا حك وغنديرهم في الثلاجه. وكل دابا انا ناخذ هذه مع كويست الماء. بسم الله كتبغي غير البنات الماء كثير، حيت انا باقا ما درتهاش، باقا ما كرمتش، باقا شويه حرشه لصقات لي شويه في قرجتي ولكن صرتها، درت لها كاس الماء هكا. المهم زوينه ما غاديش تضر، يعني الحمص والفول ما غيضروش، واللي بغات الحلبه دير الحلبه. صافي هذه الوصفه ديال اليوم. الاخت اللي بغات تشوفني علاش حاطه الفران غنوريها لها باش نقول لكم السر. الدجاجه ها هي، هاد الدجاجه راه دايره ليا على حساب السخونيه، ما كتفرقعش، ماشي دجاجه عاديه طايبه، هاد الدجاج راه طيب. وهانت يا السيبور اختي صافي دقينا لها في الحيط درنا دجاجه،
هادشي علاش حاطاه. ايوا صافي يا البنات يلاه بهاد الوريدات غادي نودعكم وغنقول لكم السلام عليكم وخليت لكم الراحه وفي امان الله.